ميني ستوديو. حلقة جديدة لميني ستوديو عم بتبلش هلأ. أنا وكيكي وكل الشخصيات محاضرين حالنا كتير منيح، وحلقتنا اليوم فيها كتير معلومات مفيدة لألكن وغاسبس. اليوم كمان فيها أشياء مهضومة. الفيديو اللي رح نحضره هلأ رح تفهموا من خلاله عن شو أنا رح أحكيكن. ديزني تشانل بأغلبية الموفيز تبعها بتتعمد أو عن قصد بتفوت كاركتير من موفي تاني، يعني بتارزن ممكن نشوف كاركتير مثلا، يمكن نشوف نيمو بس بطريقه مخفيه. فالموفي اللي رح يقطع هلا رح نشوف من خلاله هالشخصيات كيف مفوتتهم ديزني. بكل موفي في شخصيه من موفي تاني دخلتها بقلب هيدا الموفي بطريقه مخفيه. هون مثلا عم نشوف مولان بليلو وستيتش، هيدي الصوره ورا موضحين لكم اياها راجعين هون ب The Incredibles على الجريده بهيدا الموفي. هيدي السجادة تبع ألادان بالنوتردام. كذا شخصية هون موجودة. الموفي اللي رح نشوفه هلا الـ Honorable Mentions في The Beast، هو تحت الإليفان في جمل وتحت الجمل دغري The Beast. بألادان طلع بينوكيو. هون بتارزن هول فنجين تبع The Beauty and the Beast، الأم وولادة تانجلد بفروزن. هون نيمو بهيدا الموفي. يعني مثل ما شايفين هيدا سياسة ديزني تشانل، ما حدا بيعرف ليه هيك بتعمل، بس بكل موفي في شخصية من موفي تاني بتبين بطريقة هيك مخفية. تاني خبرية لليوم هي عن سيلينا جوميز. سيلينا من بعد ما عملت انفولو لكل اللي عملت لهم فولو على انستغرام، رجعت هلأ من فترة شافوها مع تايلور سويفت. يعني من بعد ما تخنقت معها على تايلور وعملت لها انفولو وقررت ما بقى تحكي معها، رجعوا هيدول الاثنين يحكوا مع بعض. مش عارفين اذا مثل قبل ولا بس هيك، يعني شوي شوي الامور عم تتبلور معهم. رح ننطر ونشوف اذا رح يرجعوا بست فريندز ولا رح يبقوا هيك عادي مع بعض. هلا رح نحضر سيلينا جوميز سلو داون، ومن بعد اكيد حلقة ميني ستوديو رح تبلش معلومات عديده، واكيد كل الشخصيات اللي بتحبون انا وكيكي فيليب كلوي دومينيك كلنا ناطرينكم لنقدم لكم حلقه كتير حلوه من ميني ستوديو بس على شاشه الام تي في. كيفكن اليوم؟ حلقتنا اليوم بتحكي عن الموضة. الموضة يلي انتم بتعرفوها وبتعرفوا دايما انه كتار منكم بحبوا يكونوا على الموضة، بيطلعوا على المجلات وبيشوفوا بالعالم كله شو عم بيصير بالموضة. هالشي اكيد
أكيد جديد كتير، لأنه من زمان كانوا يلبسوا تياب بس تيتدفوا، مش تيكونوا حلوين وتيبينوا جسمهم حلو ولا شي. كانوا يلبسوا هالتياب ويعملوهم من فرو الحيوانات، من جلد الحيوان، بس تيتدفوا منيح. وبعدين شوي شوي صارت تتطور الموضة، وأكيد كل بلد وكل منطقة بالعالم صار عندها طريقة لبس لها. مثلا من زمان الرومان كانوا يلبسوا تونيك طويلة، بالمناطق الحارة كانت التياب معمولة من قماش خفيف من قطن أو من كتان، أما بالمناطق الباردة أكيد كانت معمولة من صوف ومن إشياء بتدفى. وشوي شوي اتطورت هالموضة وصاروا كل الناس تقريباً بيلبسوا مثل بعضهم، ما عدا أكيد كل بلد وكل منطقة عندهم عاداتهم وتقاليدهم وتيابهم يلي بيلبسوهم، التياب التراديشنال يلي بيلبسوهم. باليابان مثلاً في عندهم التياب الخاصة فيهم، وبأوروبا أكترية الناس بكل أوروبا وانتشرت هالموضة للعالم كله بيلبسوا جينز مثلاً، وهيدا الجينز هو صار موضة بالعالم كله وصار مشهور بالعالم كله، هو نفسه بيلبسوه ببلدان كتيرة ومختلفة بالعالم. فإذا تعالوا هلأ نشوف شوي كتاب بيحكي عن الموضة. So fashion, so chic. فإذا نعرف أنه أوروبا وخاصة باريس وإيطاليا هن مشهورين بالموضة، وكمان الناس اللي بدهم يدرسوا فاشن ديزاين مثل ما عم نشوف بهيدا الكتاب، لانه في عنا رسمة شخص لابس فستان مثلا، والشخص الثاني هون قدامه، نحن لازم نرجع نرسم فستان بيشبهه بس منخترع يلي نحن بدنا اياه. وهيدي الشغلة هي مهنة نحن فينا كمان نعملها يلي هي ديزاينر بقلب. فاذا هالموديلات الكتاب بنشوف موديلات لفساتين، انتو فيكن تقلدون وتعملوا اشياء مثلن وتطورون وتخترعوا مودتكن لألكن. هيدا لكل اصحابنا يلي بحبوا الفاشن او الموضة، كتاب حلو كتير عم فرجيكن اياه. وهلا شو رأيكن اذا منبلش حلقتنا ومنبلش اللعب والربح والاغاني ومنرجع لموضوعنا بعدين؟ هاي لكل اصحابنا، أكيد حلقة جديدة من ميني ستوديو من الأسئلة يلي عم بسألكن إياها. بس أول شي رح أعطيكن الجواب على السؤال يلي هو شو عاصمة إيطاليا؟ في كتير عالم جاوبوا على هيدا السؤال، بس يلي جاوب أسرع شي هو أدريان ميرزا، وأكيد رح يربح هدية معنا، خلينا نشوفها كلنا سوا. مبروك، الهدية هي بطاقة دخول لفترة شهر لتلعبوا وتتسلوا بالشوغر موتش كيدز بلاي جراوند. سؤالي لليوم هو بأي بلد من الكرة الأرضية بتنزل الحرارة ل 50 درجة تحت الصفر؟ إذا عرفتوا تجاوبوا على هذا السؤال أكيد بتفوتوا على الفيسبوك بيج تبع ميني ستوديو، بتعملوا لنا لايك، وأسرع شيء ممكن بتجاوبوا على هذا السؤال دغري من بعد ما تخلص هيدي الحلقة. بقولكم باي وبشوفكم بحلقة جديدة. مبروك، الهدية هي بطاقة دخول لفترة شهر لتلعبوا وتتسلوا بالشوغر موتش كيدز بلاي جراوند. أربعة ثلاثة اثنين واحد.
واعي كوكوكي كوكوكي بتسمعه كل يوم كوكوكي كوكوكي بيوعي كم من نوم. متى أكبر بدي أصير حكيم. لا لا بدي أكون فريق من استوديو. لا حكيم لألبس السماعة اللي بحبها. بدي يكون عندي طيارة لأبرم العالم وعمر بيت مع جنينة كتير كبيرة. بدي جمع مصاري لسعد كل الناس، لهيك عم حط مصاري بالإجرة كل يوم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. اسألوا عن خدمات المخصصة لأولادكم بالبي ال اف. مثل ما تعودتوا كل يوم بون منت قد بي ال اف عم نشوف كيف معقول نجي لهون على ميني ستوديو نلعب ونتسلى ونربح مع بنك ليبانو فرانسيز. طريقه هينه كتير، بيج بنك ليبانو فرانسيز عم تشوفوها هلا قدامكم، في ميني ستوديو تاب اللي هي هون، بتكبسوا عليها وبتفوتوا. من خلال هيدا التاب رح تلاقوا في ابلكيشن اذا بدكم او فورم بتعبوها فيها معلومات عنكم، بس تعبون بيجينا الطلب نحن بنشوفهم اكيد نرجع نتواصل معكم. شو هن المعلومات؟ كمان موجودين نيم او الاسم، العمر، رقم التليفون، الايميل تبعكم وتبع اهلكم. نحن بس تبعتوا هيدا الطلب نتواصل معكم وبندعيكم تتجوا لعنا، وتاكدوا انه رح تقضوا نهار كتير حلو هون بميني ستوديو ورح تربحوا كادو بعد احلى كمان مع بنك ليبانو فرانسيز. هلا لنقدر نبلش اللعبه رح نتعرف على المشتركين اللي شايفينهم معي هون، نتعرف عليهم وبنرجع. غادي مسلم بتحب كتير الرقص وما بتحب الركض. اليزا عرور بحب السبار وما بحب الزهق. فأزن إلي شربل جاهز كتير منيح وكمان غادي جاهزة. بالأخير شخص واحد منه رح يربح اليوث باكيج من بنك ليبانو فرانسيز. مين معقول يكون هذا الشخص؟ رح ننطر ونشوف. ستارت جيم 5000 50000 60 200 105000 40000 150. اوكي 81000 41 166 إذا غلبت تكبوس عليهم بيرجعوا لمحلهم. ترجع تكبوس على الورقة المضبوطة. خلص وقتك إلي شربيل. السكور تبعك هو 3310 نقط. رح ننطر هلا ونشوف غادي قد ايه معقول يكون السكور تبعها. غادي بدنا نجمع أكثر من 3310 لنقدر نربح اليوث باكج. رح تقدر تجمعيهم؟ يلا play again. 20000 5000 25 6000 71 80 بدنا نحن 80. إذا غلبت تكبس عليهم بيرجعوا لمحلهم. مرة ثانية 80000 50 60 70 80 130 95000 خلص وقتك غادي. السكور تبع غادي هو 2725 نقطة. اثنيناتكم لعبتوا كتير منيح، بدي لكم برافو. بس بما انه اللي شربل جمع اعلى سكور لليوم فاذا هو اللي ربحان، رح نقول له كلنا سوا مبروك ونشوف شو هديته، ومن بعدها ما تروحوا لمحل لانه ميني ستوديو بعد ما خلص، بعد في كتير مفاجآت ناطرتكم، خليكم عم تحضرونا.
هديتكم من بنك ليبانو فرانسيز هي بطاقة يوث تتفتحوا حساب باسمكم وكمان 100 دولار. مبروك. وتأكبر بدي يصير حكيم، بدي يكون عند الطيارة لأبرم العالم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. ميني ستوديو بيبيا بيجلو. هلا اسمعوا هول الشباب كيف رح يعملوا اصوات كلاب بتمن. مهضومين هول الشباب، انتو فيكن تعملوا هيك أصوات كمان بتمكن؟ إذا بتقدروا خلي حدا يصوركن أو انتو صوروا حالكن عم تعملوا حيالا شي، عم ترقصوا أو عم تعملوا أصوات أو عم تقلدوا حدا عم ترقصوا anything، بعتولنا إياه على فيسبوك بيج نحنا منفاجئ هون بميني ستوديو أكيد. باي. مش معقول يا رادون الموضة السنة شو حلوة، كلها ألوان، توبيت حلوة، جيليات، جينز. عارف عم تحكي معي ولا عم تحكي مع حالك يعني؟ لا عم بحكي معك أكيد. أنا شوف من الألوان يا إلي، أنا الأسود والأحمر بس، أنا غير هيك ما فيني أغير. أسود وكرافات حمراء بس. صيف شتاء، هول تيابة صيفية شتوية. طب ليش يا رادون؟ ما بتقدر غير الستيل تبعك، هيك بتصير مثلا تلبس مثلنا جيلي، تي شيرت، آي شيرت، جينز، اشياء كتير حلوة. أحو أنا غيرت. شو هي الشيرت بتوجع؟ شو هي اللي بتوجع؟ أنت قلت آي شيرت، بدي ألبس تي شيرت بتوجع يعني؟ آي شيرت رادون، آي شيرت هي مثل هيدي اللي أنا لابسها هلا، بس بدل ما يكون عندك كمام بتكون بلا كمام. ما بتوجع، مش آي يعني. لا لا، افتكرت إنه بتوجع، بس أنا ما بهمني لا الآي ولا البي ولا السي يا. شو بهمك رادون أنت؟ أنا ما بتخليني يشوفوني غير ثيابي إلا وقت شي ديجيزمون، وقت الحفلة، وقت هيك بس. أكثر من هيك بتقلي لا 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 لا، ما تفتلي بوجعة الراس وهي ما بتقبل. جرب اقنع. يا ريت أنت يا إلي بتقبل. شو بدي اقنعها؟ كيف بدي اقنعها؟ خلينا نفكر إلا ما نلاقي طريقة نقدر نقنعها فيها. طب ما يلا أنت يا مفكر أنت. شو كيف جتنا فكرة؟ شو هي؟ بدك تشغل راسك. يلا. مثلا فيك أنت تدرس وتنجح آخر السنة. إيه. والكادو تبعك بيكون إنه تغير الستيل. طب ليك إلي أنا عندي فكرة. شو هي؟ أنا في مجال أنت تدرس. وانا غير الستيل. الي ما تتعب حالك مع شوفوني. لا شوفوني بتشوفها هيك بس دي مودي، انت شايف شعراتها وهالوردات على 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 راسها. انت عمول اللي عليك، انت عليك تدرس وتنجح، واكيد هي بدها تكافئك بطريقه معينه. انت اطلب الكادو. ليك انا ما رح تقبل معي. اذا انت 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 بتجرب تحكيها انا ما عندي مشكله. بدك نجرب؟ يا ريت. انا بقدر ساعدك بس على شرط. ايه من هلا لك انت عملت فحوصات ما رح تعذبني. اوكي هين. شغله تانية، اكيد بدك تنجح بفحوصاتك طبعا، واذا صاروا هالشغلتين ايه؟ انا بضمن لك انه احكي شوفوني وتخيط لك تابلت. برافو عليك يا دي، برافو عليك. وعلى الموضه. يا 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 يا، وشو بده يعمل رادو؟ هيت الموسم بيكون رادو. اكيد كل العالم تلبس مثل ما رادو بيلبس. ايه اصلا هلا كل ما واحد يلبس كرافات حمراء بقول بدي كرافات رادون. مثل رادون؟ شو لكن؟ بأول ما يفوتوا عند حيالة محل بليز بدي كرافات رادون. كله بيلبس أحمر هلا. على سيرة المحلات. على الموضة رادون. على سيرة المحلات رادون. إيه. نزلين هلا كولكشن كتير حلوة. إيه؟ وبتعرف أنت أول ما تنزل كولكشن جديدة كل العالم بيرقدوا على هالمحلات. صح. ليشتروا. مزبوط. فبما إنه هلا نزلت رح أنزل أنا. أوكي. وجيب هيك كم قطعة حلوة بعت لأنه أصلي كم أوكي. شغلة. إيه ليك بنزل معك أنا؟ إيه تعال. بلاها. ليش؟ خلاص غيرتها. ليش ولا وجع قلبي يعني؟ شوف شي تيشرت تعجبني ما اقدر اشتريها. خلص الي روح يلا. طيب معلن تور شوي. مزبوط. واكيد بس تنجح نرجع بننزل انا وياك. اوكي ونجيب البدكة. كرم عينك ولا يهمك، بس انت بدك تشتغل عليا مع شوفوني. انا بشتغل عليها اذا انت اشتغلت على حالك. خلص هين كثير يا الي. يلا حبيبي انت يلا. روح اعمل شوبينج وانا لا اعمل شوبينج. طيب. عندي بالبراد. يلا باي. على الحكي انا بجوع. يلا باي. يوسف خالد صار عمرك 6 سنين. هابي بيرثدي يوسف. مبروك. كيدز تينز جايد هو هديتكم لتقدروا تعرفوا وين فيكم تروحوا وشو فيكم تعملوا بلبنان. مبروك ربحتوا معنا بطاقة تقدروا تقصوا شعركم عند بيكسلز هير سالون.
طلبتوا منا بحلقتنا انه نحكيكم انه شوي عن عالم الموضه، لانه طلبنا منكم تبعتوا لنا رسائل وتقولوا لنا شو المواضيع اللي بتحبوها وشو الاسئله اللي بتحبوا نجاوبكم عليها. عالم الموضه كتير واسع، واليوم صار في مهن كتيره بتختص بالموضه غير الخياط. في عنا الديزاينر، في عنا شخص يلي بلاقي القماش، فاذا في انواع كتيره، وفي عنا شخص يلي بيرسم. الديزاينر هو الشخص يلي بيكون عمل موديل للتياب يلي عم نلبسهم، مثل مثلا في عنا ديزاينر مشهور بلبنان هو إلي صعب، صار مشهور بالعالم كله، في كمان جورج حبيقة وغيرهم من الديزاينر اللبناني اللي صاروا مشهورين بالعالم كله، ويلي هن بيعملوا بيرسموا الموديلات وبيرجعوا بيعملوهم وبيلبسوهم أشخاص كتير مشهورين، وبواسطة التلفزيون والإنترنت صاروا هالموديلات مشهورين كتير، وصار عالم الموضة عالم المشاهير الكتيرة، وصاروا كل الناس بيحبوا يكونوا لابسين على الموضة. بس أنا شخصياً بنصحكم أنه لازم تنقوا التياب يلي بيلبقوا لكم لقلكم وبيريحوكم أنتو، لأنه التياب أول شيء أهم شيء لازم تكون بتريحنا وتكون أكيد معمولة بماتير يلي هي ما بتتخزق وفينا نلعب فيها ونتحرك ونكون مرتاحين، وهيك منكون عم نلبس التياب يلي بتلبق لنا ويلي منيحة لقلنا. فإذا عالم الموضة حلو كتير، فيكن ضلوا تطلعوا عليه، بس نحنا دايما لازم نفكر براحة جسمنا وكيف فينا نلبس التياب بتريحنا وفينا نرتاح ونعيش فيهم ونعمل فيهم كل النشاطات يلي بدنا ياهن بدون ما نتضايق. فإذا هلأ صار وقت نفتح صندوق بريد ميني ستوديو ونشوف مين رح يبعت لنا رسالة. اليوم عندي صورة لريبيكا خوري. ريبيكا عمرها 7 سنين، بعتت لنا صورتها الحلوة عم تضحك وتبتسم، ونحن بنبعت لها بوسة كبيرة لريبيكا وبنقول لها مبروك لأنه رح تربح معنا هدية. رح نشوف سوا هديتك ريبيكا. احفظي رقمنا 03-85-86-87 تتجي تستلمي هديتك. ثانك يو لكل أصحابنا اللي عم بيعتوا لنا صورهم ورسائلهم ورسماتهم وأفكارهم وأسئلتهم، كلهم موجودين بصندوق بريد ميني ستوديو، وكل يوم حدا منكم عم يربح هدية. وهلا صار وقتنا نودعكم، خلص وقت البرنامج، بنشوفكم بكرة، باي. مبروك، الهدية هي لعبة حلوة كتير تقدمة أبو شبكة. مبروك لألكن، الهدية هي ساعة حلوة كتير تقدمة بيير روجيه. Oh.